والمزيد حول جهود حل هذه الأزمة معنا عبر الهاتف السيد ناصر الكريو. صباح الخير سيد ناصر. السلام عليكم. صباح النور. يومك مبارك. وانت طيب سيد ناصر. يعني أزمة الكهرباء باختلاف المدن واختلاف أيضا طرح الأحمال لعدة مناطق يعني وصلت حتى لساعات 24 ساعة في بعض المناطق، أكيد المواطن يتساءل عن الأسباب بدون أي إنذار مسبق للمواطن بانقطاع الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مشكلة الكهرباء مشكلة كبيرة وقد تتحول لكارثة على مستوى عدة مدن في ليبيا. نعم. الغادي مشكلة الشركة العامة الكهرباء في الإنتاج وفي التوزيع، وأيضا مشكلة الدولة كدولة كبلديات. طبعا الدور بتاعها أن هي لا تتبعها الكهرباء ما تتبعهاش، ولجنة الأزمة زي اللي نمثل فيها في بلدية طرس ميكي، أن احنا الدور بتاعنا كيف خلف شركة الكهرباء حاولوا كيف نشوفوا المشاكل لو في أي عقبات داخل البلدية احنا نساعدهم. ومع هذا تجاوزنا احنا الدور هذا وحاولنا ان احنا يكون دور اكبر في الضغط لتوفير خدمه المواطن ومعرفه اسباب المشكله هذه القائمه. طبعا المشكله هذه القائمه لها عده اسباب. اولا من الاسباب الرئيسيه للمشكله هذه اللي هي ان ما فيش محطات جديده دخلت. يعني احنا في شهر رمضان الماضي لما كان في الازمه كان في الحديث على ان في محطه الخمس الاستعجاليه نعم 400 فيها 540 ميجا المفروض تخش في كانت على نفس الوقت هي بتخش 15/7 15 يوليو الماضي، لكن للاسف الى اليوم ما دخلتش في المنظومه. ايضا صار سوء ان في عمليه ان ايضا حتى عمليه الموظفين اللي عاملين في شركه الكهرباء مرتباتهم طبعا تاخر، وهذا ادى ان اعمال الصيانه فيها اصبح فيها تباطؤ. طيب سيد ناصر في هذه النقطة بالتحديد، يعني عملية تأخر الرواتب إلى كل المؤسسات يعني في ليبيا، مش هنقوله شركة الكهرباء فقط، ولكن المواطن يوجه في الاتهام لشركة الكهرباء يعني بعدم إصلاح أي نقطة من النقاط الرئيسية في الشركة، إلا أنكم تدافعوا على الشركة بشكل كبير يعني بإيجاد حلول وأيضا بإيجاد تبريرات لشركة الكهرباء. معلش هي مش ندافع احنا على الشركه بشكل كبير. نعم. اول شركه هذه مش شركه خاصه باش ان الانسان بيدافع عليها، هذه شركه الليبيين كلهم جميعا. ايضا المواطن الليبي مستحق للكهرباء بشكل يومي. معلش نكمل كلامي. هذا الشيء الاول، ان هذه شركه الليبيين كلهم. الشيء الثاني ان احنا نعيش في واقع ونشوفوا في ناس ان هي تشتغل مقابل ان في ناس ما تشتغلش. يعني عدد موظفي الكهرباء لو يوصل 40 50 الف موظف، حتى لو قلنا 100 الف موظف، لكن في شغل وفيه انتاج في المقابل، حتى لو في قطعة ايام في المقابل عدد الكادر الوظيفي في ليبيا اكثر من مليون و400 الف. ناس تشتغل ليل نهار، وناس تشتغل في الظروف كانت تشتغل في رمضان، تشتغل في كل الظروف. فاحنا ما ندافعوش على باطل، احنا ندافعوا على حق. هذا الشيء. الشيء الثاني ان المشكله شركه الكهرباء كشركه من فترة وهي تشير للنقطة، هي تشير أنها حتكون في مشاكل وحتكون في صعوبات وحتكون، لكن زي ما نقولوا ما فيش حد يكون يسمع وما فيش حد أنه هو يبي يتأكد. لا، هي العملية لا احنا ننظر لها، لأن نعتقد أن الحياة بتمشي بسلاسة بدون أي ما أي يعني بدون أي تدخلات. يعني لما احنا الشركات الأجنبية الكبرى ما تجيش ترجع باش تركب المحطات اللي هي محطة الخليج ومحطة أوباري ومحطة غرب طرابلس، فانت كيف بتجيب الكهرباء؟ لما انت طالبه قطع غيار ما تلقاش. نفس الوقت في ضعف شديد في اداره الشركه، هذا لا خلاف عليه، مثل اي مؤسسه ليبيه ابتداء من اعلى حرم الدوله ونزل للوطه، كلها فيها ضعف اداء اداري. يعني هذا لا يختلف عليه اثنين. يعني لما تجي تقول لي في البلديه فيها ضعف نقول فيها ضعف، قول لي في كل ضعف، لان احنا متخلفين في الاداره. وهذا شيء مهم. فالعمليه عمليه صعبه، لكن السوء اللي في الوضع الحالي اللي موجود ان احنا يفترض ان في طرح احمال، يفترض ان يكون في مساواه في طرح الاحمال. ما تجيش مدن تطيح في طرح الاحمال في الوقت اللي الليبيين زي ما قلت حضرتك توصل ل 12 و24 ساعه، وفي ليبيين في جنب 40 و50 كيلو متر لا تقطع عليهم الكهرباء لمده شهر. فهذا هنا الظلم. احنا الليبيين لما سالنا على القذافي او طلعنا على الظلم اطلبنا المساواه ونكون مع بعض المساواه. لما تكون انت الكهرباء عندك موجوده لانك او تفرض انك انت ما تخصش كهرباء لان عندك قوه او لان المحطه تنتج عندك، هذه هنا المشكله. الليبيين الغضب اللي صاير في الشارع بصفه كبيره من غير ان طول ساعات طرح الاحمال، الغضب اللي صاير في الشارع ان ما فيش مساواه في طرح الاحمال. لما يتصل المواطن بشقيقه يوصل في مدينه على بعد 60 كيلومتر الكهرباء متوفره دائما عنده، هو مقطوع عند الكهرباء 15 ساعه، هنا بيصير الغضب. هذا الشيء. الشيء الثاني احنا كانت في لجنه شكلها المجلس الرئاسي على مستوى عالي،
للاسف ان هذه ما زال ما اتخذتش اجراءات سليمه. ففي عندي يعني اشكاليه، واحنا حاليا في وضع قد يقارب الكارثه لو ان احنا ما يكون في يعني تعاون من الجميع. اولا تعاون الجميع، الشارع يعني غاضب في طرابلس بشكل غير عادي نتيجه طول فتره الاحمال. ان احنا لازم يكون في تعاون المدن هذه اللي فيها فايض من الكهرباء، يكون في تعاون في دعم الشركة العامة للكهرباء في قطاع غيار، تعاون في تغيير الإدارة نتاعها بإدارة رشيدة تقدر تمشي الإدارة نتاع الشركة. ففي مجموعة من النقاط، اليوم حيكون في اجتماع الساعة 12:30 عمادة ديال طرابلس الكبرى مع وزير الحكم المحلي لبحث الموضوع هذا، يعني كيف ان احنا طرابلس كان في اتفاق سابق مع المجلس الرئاسي واتفاق سابق مع في وزارة الحكم المحلي على ان احنا بتكون في حاجات يعني من ضمنها محطة استعجالية طرابلس وحدات طرابلس، وهذه ما صار فيها شيء. وغير ما تعرف احنا البلديات لا مخصصات عندنا، يعني البلديات لحد اليوم اللي هو اليوم 18 سبتمبر ما دخلش اللي جابنا لمصرف اي مبلغ، يعني احنا نشتغل تشتغل بدون دعم بدون اي حاجه، في نفس الوقت مطلوب منها شغل جزء كبير منها مش شغل هي. نعم سيد ناصر الكراو، شكرا لك.